والآن اسمحوا لي أن أدعو سيادة القاضي الجليل المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لإلقاء كلمته وإعلان نتيجة انتخابات رئاسة جمهورية مصر العربية 2024 رسميا فليتفضل سيادته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. شعب مصر العظيم، أبناء الوطن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الشعب كلمته ووصلت الرسالة. مصر هي غاية المراد. نعم، اصطف المصريون أمام لجان الاقتراع داخل مصر وخارجها تلبية لنداء الوطن، صانعين بتراثهم ووحدتهم ملحمة في حب مصر. مبروك للمصريين، فقد شهدت الانتخابات الرئاسية ظواهر مميزة عكست عبقرية هذا الشعب العظيم. أولا، خروج كل أطياف الشعب لتقول رأيها، حيث صعب التمييز بأن المرأة هي التي كانت في أول الصفوف أم الشباب، كبار السن أم ذوي الهمم، العمال أم الطلاب. فكانت نسبة التصويت هي الأعلى في تاريخ مصر. ثانيا، لا تجاوزات ولا خروقات شابت العملية الانتخابية، بل حازت على إشادات من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الأهلية المحلية والدولية ومن قبلهم إشادة الناخبين. ثالثا، تنوع المرشحين وبرامجهم، حيث خاض السباق الانتخابي 3 منهم يمثلون أحزابا مختلفة الاتجاهات والتوجهات ولها تمثيل نيابي مميز، ومرشح فضل أن يكون ظهيره الشعب. كما كان هناك التزام أخلاقي من المرشحين 4، فلم يوجه أحد منهم للآخر نقدا شخصيا. رابعا، أقل نسبة إنفاق مالي على الدعاية الانتخابية وحياد غير مسبوق من كل وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة. خامسا، تعاون الوزارات والهيئات المعنية مع الهيئة الوطنية للانتخابات في الإعداد لهذا الاستحقاق الانتخابي الأهم، حتى خرج بصورة حضارية تليق بتاريخ ومكانة مصر. وكالعادة، نزاهة القضاة المشرفين على الانتخابات وحياد رجال الشرطة في تأمين مقر الاقتراع. فالفائز في هذه الانتخابات هو الوطن، والكنز اسمه المصريون. شعب مصر العظيم، العدالة، المساواة، الشفافية،
ثلاثة مبادئ التزمت بها الهيئة الوطنية للانتخابات منذ بداية العملية الانتخابية وحتى إعلان النتيجة اليوم، فإلى جانب الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات ووجود قاض على كل صندوق في كل اللجان المنتشرة في مدن مصر وقراها، سمحت الهيئة لممثلي البعثات الدبلوماسية وأعضاء منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية بمتابعة لجان الاقتراع وإجراءات التصويت والفرز لتصبح العملية الانتخابية على مرأى ومسمع من الجميع، فلم يكن هناك ما نخفيه، بل كان لدينا ما نفخر ونتباهى به، فوقف الخلق جميعا ينظرون كيف نبني قواعد الديمقراطية. تحية إجلال وتقدير إلى المصريين جميعا الذين رسموا مستقبلهم بأحرف من نور من خلال مشاركتهم في هذه الانتخابات التي من المؤكد أنها ستظل محفورة في وجدان الجميع وستبقى نموذجا فريدا يحتذى به في الاستحقاقات القادمة. كما أتقدم في هذه المناسبة بخالص الشكر والتقدير لكل قضاة مصر الأجلاء الذين تفانوا وبذلوا الجهد وكانوا على قدر الحدث والمسؤولية، وتحية لرجال الشرطة البواسل على دورهم البارز في حفظ الأمن وتأمين العملية الانتخابية، وأتوجه كذلك بجزيل الشكر والعرفان إلى زملائي أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات وجهازها التنفيذي والعاملين بها لما بذلوه من جهد وتحملوه من مشاق على مدى أشهر طوال من أجل أن تخرج الانتخابات بالصورة المشرفة التي تليق بمكانة مصر والمصريين. وسأعرض على حضراتكم الآن نتيجة فرز صناديق الاقتراع. عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين 67,032,437 ناخبا. عدد من أدلوا بأصواتهم في الداخل والخارج 44,777,668 ناخبا. بنسبة مشاركة وصلت 66.8%. عدد الأصوات الصحيحة 44,288,361 بنسبة 98.9% من إجمالي الحضور. عدد الأصوات الباطلة 489,307 صوتا بنسبة 1.1% من إجمالي الحضور. عدد ما حصل عليه كل مرشح وفقا لأعلى الأصوات: السيد عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسي 39,702,000.
39 مليون 702 ألف 451 صوتا بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة. السيد حازم محمد سليمان محمد عمر، وشهرته حازم عمر، 1,986,352 صوتا بنسبة 4.5% من إجمالي الأصوات الصحيحة. السيد محمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران، 1,776,952 صوتا بنسبة 4% من إجمالي الأصوات الصحيحة. السيد عبد السند حسن محمد يمامة، وشهرته عبد السند يمامة، 822,606 صوتا بنسبة 1.9% من إجمالي الأصوات الصحيحة. وبناء على ما تقدم، اجتمع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات ظهر اليوم وأصدر القرار رقم 39 لسنة 2023 باعتماد النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية، متضمنا فوز السيد عبد الفتاح سعيد حسين متضمنا فوز السيد عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي، وشهرته عبد الفتاح السيسي، بمنصب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء ولايته الحالية، داعيا المولى عز وجل أن يوفقه في مسيرته نحو تحقيق التنمية والرخاء لمصر وشعبها. وأقول للمرشحين الذين لم يحالفوا بالتوفيق، فزتم باحترام المصريين، فزتم بإعلاء قيم الديمقراطية، وفقكم الله فيما هو قادم. شعب مصر العظيم، أديت وزملائي أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات وأعضاء الجهات والهيئات القضائية المهمة الموكلة إلينا بضمير وحياد القاضي، وأثبتنا وبحق أن لمصر قضاة. وأثبتنا وبحق أن لمصر قضاة جعلوا الوطن غايتهم والعدل شريعتهم. عاشت مصر الرائدة أبدا، الباقية خلدا، المستمرة فخارا وعزة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.